الأمر الآخر قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا الأمر يدل على وجوب هذا العلم وأنه فريضة، بل أنه أعظم الفرائض، لأن الله سبحانه وتعالى قدمه وبدأ به العلم بأنه لا إله إلا الله. وهذا يتناول العلم بمعنى هذه الكلمة والركنين اللذين قامت عليهما النفي والإثبات، والعلم أيضا بشروط هذه الكلمة، العلم بشروط هذه الكلمة التي لا تقبل إلا بها. فلا إله إلا الله شأنها شأن أمور الدين الأخرى، الصلاة لا تقبل إلا بشروط، الحج لا يقبل إلا بشروط، الصيام لا يقبل إلا بشروط مبينة في كتب الفقه، ولا إله إلا الله لا تقبل إلا بشروط بينها أهل العلم مستنبطين لها ومستخرجين لها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قيل لوهب بن منبه وهو من علماء التابعين، قيل له: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير إلى شروط هذه الكلمة. وقيل للحسن البصري رحمه الله: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. يشير إلى شروط هذه الكلمة. وأهل العلم عندما تتبعوا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في بيان ما تتوقف لا إله إلا الله في قبولها عليه، تبين أن لا إله إلا الله لها شروط سبعة، أن لا إله إلا الله لها شروط سبعة لا تكون مقبولة إلا بها، وهي: أولا العلم بمعنى هذه الكلمة نفيا وإثباتا المنافي للجهل، ثانيا اليقين المنافي للشك والريب، ثالثا الإخلاص المنافي للشرك والرياء، رابعا الصدق المنافي للكذب، خامسا القبول المنافي للرد، سادسا الانقياد المنافي للترك، سابعا المحبة المنافية للبغض. علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فهذه شروط سبعة لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا بها. وليس المراد بهذه الشروط أن تعرف، بل المراد بها أن تحقق. ولهذا قال بعض أهل العلم: كم من إنسان يجري في هذه الشروط جري السهم، يعني سريعا في ذكره لها، ولكنه لا يحققها. وكم من عامي لو قيل له أعددها لم يحسن، لكنه محقق لهذه الشروط. فإذا العبرة بتحقيق هذه الشروط والقيام بها والإتيان بها، ليكون الإنسان بذلك من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا. أما العلم فدليله قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقوله جل وعلا وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ودليل اليقين قول الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وفي صحيح مسلم قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. فاشترط عليه الصلاة والسلام اليقين. وأما الإخلاص فدليله قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما الصدق فدليله قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في شهادتهم لأنهم غير صادقين فيها مع الله جل وعلا. وأما المحبة فدليلها قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأما الانقياد فدليله قول الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأما القبول فدليله قول الله سبحانه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذه شروط سبعة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا تقبل هذه الكلمة من العبد إلا إذا أتى بها. قال أحد أهل العلم نظما: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه في سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، وله شرح عليها نافع ومفيد جدا في كتابه معارج القبول.